تفاؤل حذر وتفاؤل كبير كذلك. يعني هناك مصادر أمنية تسرب لوسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفاؤل كبير، بينما مصادر سياسية تتحدث عن تفاؤل حذر. هذا يأتي بعد أن تحدثت هيئة البث بأن 90% من بنود المسودة الاتفاق تم التوافق عليها، وهذه نسبة كبيرة ومؤشر كبير لنحو التقدم. ولكن تتحدث كذلك المصادر بأن إسرائيل ما زالت تصر على حرية العمل العسكري، وهذا يأتي في إطار أنه من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بتغيير بصيغة معينة تتلائم مع الطرفين، وهذا من الممكن حله حتى على الرغم من أن إسرائيل تصر على هذا البند بالتحديد. وهذا يأتي أيضا في إطار ما تتحدث عنه القناة 13 الإسرائيلية كذلك بأن لجنة ستكون في إطار المراقبة، وليس فقط في إطار المراقبة، كذلك في إطار العمل في إطار يعني البنى التحتية لحزب الله بتدميرها، كذلك فوق الأرض وتحت الأرض بإشراف من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يأتي أيضا في إطار استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى تسوية برية وترسيم للحدود البرية. نتحدث عن مفاوضات لتسوية سياسية من شأنها أن تؤدي أيضا في استمرار المفاوضات لترسيم الحدود البرية. التفاؤل في إسرائيل بأن يكون هناك اتفاق خلال أسبوع، وهذا يسود على المشهد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما يتم أيضا تصريح من قبل مسؤولين سياسيين وأمنيين. حتى الآن لا يوجد تصريحات من مسؤولين إسرائيليين حول هذه البنود والمسودة، سوى التي كان قد تحدث عنها في وقت سابق من الآن وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي أكد على حرية العمل العسكري، كذلك إسرائيل ووزير الخارجية ساعر الذي كذلك أكد على ضرورة أن يكون في إطار الاتفاق حرية العمل العسكري الإسرائيلي. وهذا يأتي في إطار أيضا تطورات ميدانية. اليوم نتحدث عن عدة استهدافات للشمال في مدينة عكا، كان هناك سقوط لصاروخ، ولكن الأبرز من هذه الأحداث هو ما كان يجري في إطار العملية البرية. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل إسرائيلي، ولكنه ليس ضابطا، ليتبين بعد ذلك أنه ليس جندي أو ضابط، هو دخل مع الجنود وهو باحث للآثار. كان قد دخل إلى بعد 5 كيلومترات عن الحافة الأمامية. والآن وأنت معنا هبة، الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي ثالث في معارك جنوبي لبنان في هذه اللحظات. نعم، هذا يعني في إطار العمليات البرية للجنود بعد كمين أدى إلى انهيار مبنى. كان هناك حديث ببداية الأمر عن مقتل 3 نتيجة كمين قام به حزب الله بتفجير منزل، وهذا يأتي أيضا بالإضافة إلى الباحث. هنا نتحدث عن باحث للآثار إسرائيلي، ليس جنديا وليس عسكريا، كان قد دخل مع الجنود إلى بلدات جنوب لبنان إلى بعد 5 كيلومترات في إطار ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي بهوسه بالآثار، ولكن لا نعلم النية الحقيقية من دخوله إلى مثل هذه البلدات وفي إطار المعارك الدائرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.